طيب خلينا نطمن كده يعني من دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه عن النهارده وكمان الفتره اللي جايه والويكند زي ما كنت بقول لحضراتكم لو حد مسافر او مضطر ان هو يقضي يعني مصلحه في محافظه اخرى هل الوقت ده يعني الامثل للسفر وامتى تحديدا؟ يا دكتور منار صباح الخير على حضرتك. صباح عليك. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه هواء. صباح الخير على كل الساده. اهلا بحضرتك. كنت معانا من يومين وحذرتينا وفعلا يعني صدقت التوقعات زي ما بيتقال والجو كان ثلج امبارح ولسه النهارده واعتقد اليومين الجايين كمان مكمل معانا. انا عايزه برضو نطمن الساده المشاهدين من حضرتك عن حاله الطقس تحديدا وفكره برضو هنا لو حد مسافر هل الموضوع امن ولا لا وايه افضل توقيت يعني في اليوم اللي ممكن الناس تسافر وتتنقل من محافظه لمحافظه. اتفضلي يا دكتور. هو احنا بالفعل احنا من بدايه هذا الاسبوع واحنا بنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه، يمكن الانخفاض كمان ملحوظ خلال فترات النهار وفترات الليل اللي بتوصل فيها خلال ساعات الليل لحد الصقيع والبرد القارس خلال ساعات الليل. صحيح. فاحنا لسه مستمرين في انخفاض درجات الحراره اليوم وحتى كمان بدايات الاسبوع القادم مستمرين في انخفاض درجات الحراره. خلال ساعات النهار درجات الحراره بتتراوح ما بين ال 15 وال 16 درجه مئويه، يعني الطقس بيكون بارد خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل بتوصل لسبع درجات وكمان توصل لاقل من كده في المدن الجديده والمناطق الصحراويه، والطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، بيوصل كمان لحد الصقيع في شمال الصعيد وسط سيناء، كمان بيؤدي ده تكون الثلوج في مرتفعات سانت كاترين ومرتفعات وسط سيناء نتيجه انخفاض درجات الحراره لاقل من الصفر في المناطق دي. فتحذير شديد من انخفاض درجات الحراره اللي مستمر معانا الى بدايات الاسبوع القادم، مستمر معانا تحديدا يوم الاثنين القادم. تمام. كمان في نشاط للرياح، دايما نشاط الرياح هو اللي بيحسسنا اكثر كمان بدرجات الحراره، بيحسسنا بانخفاض درجات الحراره. دايما لو احنا مثلا متوقعين العظمى 15 مع نشاط الرياح الاحساس بيها بيبقى 13 او 12 درجه مئويه، فاحنا اليوم نشاط الرياح سرعات الرياح هتكون ما بين ال 30 وال 50 كيلو متر في الساعه، فده هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. يمكن كمان خلال ساعات الصباح شهدنا تساقط امطار كانت تفاوتت الشده على بعض المناطق من شمال البلاد، حتى القاهره الكبرى حصل فيها امطار خفيفه كده خلال ساعات الصباح، وده متوقعينه النهارده في فرص للامطار. يا دكتور منار معانا ولا انا اللي مش سامعه؟ طيب تأثير الجو. طيب دكتور منار هنحاول نعود مع حضرتك مره ثانيه، لكن اللي احنا فهمناه لحد دلوقتي ان الوضع لسه مستمر معانا للاسبوع القادم، نخلي بالنا جدا او بدايه يعني الاسبوع القادم نخلي بالنا جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم، ولو ما فيش داعي للسفر يعني زي ما برضو دكتور منار كانت بتتكلم لان الارصاد مش هتكون يعني فيها اعتدال نحاول ان احنا ما نسافرش. على كل